دول اللي يكونوا قلقانين، مش هم دول اللي يبصوا لنتائج فرقة أخرى، مش هم دول اللي يكون عليهم ضغوط كبيرة جدا تأثر عليهم بشكل سلبي. لا بالعكس، الأمور ماشية بشكل إيجابي جدا، وفي أثر إيجابي بالتحديد بعد التعادل أو بعد فوز طبعا الهلال على بلاتينيوم بالأمس في المباراة الخاصة بهم في الجولة الخامسة. ممكن يكون الأثر سلبي شوية عند بعض الجماهير بخصوص قلقهم وخوفهم عند على فريقهم، وده أمر طبيعي ومفهوم جدا. لكن في نفس الوقت بدل ما تبقى ضاغط على الفرقه، لا لازم تفضل جنبها لاخر اللحظات لاخر المباريات، لان احنا دايما عارفين النادي الاهلي بيقدر يحسم بعض الامور في اوقات صعبه وحاسمه جدا، وده اللي اتعودنا عليه كالعاده من فريق النادي الاهلي بشكل عام. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مباراه اليوم. هنفضل متابعين معاكم على مدار حلقه النهارده، حلقه طبعا حلقه كامله لان المباراه الساعه 9 مساء، لكن خليني اقول لحضراتكم بعض الاحصائيات قبل لقاء النجم الساحلي، وان الاهلي بيتفوق على الانديه التونسيه بشكل كامل. عدد مباريات الاهلي امام الفرق التونسيه 44 مباراه في البطولات الافريقيه. الاهلي واجه كام نادي؟ واجه 6 أندية تونسية، اللي هم الترجي الأهلي قابله 20 مرة، النجم الساحلي الأهلي قابله 12 مرة، الصفاقسي التونسي الأهلي قابله 6 مرات، الأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى الأهلي واجههم مرتين كل فريق. أول مباراة كانت في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 1985، والأهلي كان قابل فريق مستقبل المرسى في دور 32 وفاز عليهم بنتيجة 1-0. آخر فريق واجهه النادي الأهلي من الفرق التونسية طبعا كان فريق النجم الساحلي في الدور الأول من المجموعة الحالية، والنجم الساحلي فاز بهدف ياسين الشخاوي بنتيجة 1-0. أكتر اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأهلي والفرق التونسية طبعا هو حسام عاشور، لعب 31 مباراة، طبعا تاريخ كبير جدا حسام عاشور في الحقيقة، يعني راجل كل الأرقام هتلاقيها عنده، يعني كل الأرقام القياسية يعني تحديدا. يعني الأهلي حقق الفوز في 19 مباراة على الأندية التونسية، تعادل في 15 وخسر 10 مباريات. أكبر فوز للنادي الأهلي في مشواره مع الأندية التونسية طبعا حضراتكم كلكم فاكرين في 2017 لما الأهلي كسب 6-2 في استاد برج العرب في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في 2019، بعد لو تفكروا أيضا كنا خسرنا هناك في سوسة بنتيجة 2-1، لكن دي طبعا أكبر نتيجة 6-2. يعني أهداف الأهلي في الفرق التونسية 54 هدف في كل الفرق، واستقبل 35 هدف من كل الفرق التونسية. كابتن مجدي عبد الغني لاعب الاهلي السابق كان صاحب اول اهداف الاهلي في شباك الفرق التونسيه. اخر هدف للاهلي كان من خلال وليد سليمان طبعا لاعب الفريق الحالي ونجم الفريق في شباك الترجي التونسي في ذهاب نهائي 2018 لما كسبنا 3-1. الهداف التاريخي لمباريات الاهلي مع الفرق التونسيه طبعا النجم الكبير جدا جدا كابتن محمد ابو تريكه، قدر ان هو يحرز 6 أهداف في شباك الفرق التونسية، وطبعا أبو تريكة كان عقدة بالنسبة لهم في الحقيقة، دايما كان بيتفوق وبيقدر ان هو يحرز ويهز شباك الأندية التونسية بشكل عام. عايز اتكلم بالتحديد بقى عن مواجهات الأهلي والنجم الساحلي. الأهلي قابل النجم الساحلي 12 مرة دوري ابطال افريقيا والسوبر والكونفدراليه، عدد مرات الفوز بالنسبه للنادي الاهلي 3 مرات، النجم متفوق علينا كسبنا 4 مرات، والتعادل كان في 5 لقاءات كان منهم 4 تعادلات سلبيه. اكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الاهلي قلنا ده 6-2، واهداف الاهلي في النجم الساحلي 11 هدف واستقبلنا 10 اهداف، وابو تريكه صاحب اول اهداف الاهلي في شباك النجم الساحلي، واخر الاهداف النجم الساحلي كان هدف رامي ربيعه كان الهدف السادس في مباراه 6-2. وليد ازارو هو الهداف التاريخي لمواجهات الفرقتين لما كان جاب